في ناس حياتها صعبة لكن بتعيش، رزقها مش ثابت لكن بتعافر، صحتها على القد بس بتحاول، مهما داق الحال برضو بيسعوا على قوت يومهم عشان تفضل بيتهم مستورة. ملايين المحتاجين والمتضررين الظروف وقفت قصادهم، ما هي الحياة ما بتمشيش من غير أكل ولقمة عيش. في بنك الطعام المصري بنشتغل بكل طاقتنا عشان نوفر لهم أساس حياتهم ونكون سند ليهم. بنك الطعام المصري، الطعام أساس الحياة.